فين شريف يا جماعه؟ بقاله كام يوم ما بيجيش الجامعه؟ لا يكونوا اعتقلوه. اعتقلوه؟ ده انت طيب قوي يا ابراهيم. شريف بقى حاجه. حاجه تانية ازاي؟ ابدا يا سيدي، اشتغل في جورنان بلدنا، قريت له مقاله النهارده الصبح وبصوره، ولولا الصوره كنت قلت لا ده مش شريف. اتفضل اقرا. مش ممكن شريف كاتب كده؟ انا مش مصدق. لا صدق، ده انا بكلمه على الموبايل قال لي 5 دقايق وهطلبه دلوقتي، ليه ساعتين ولا حتى مزد حد. هو جاب موبايل كمان؟ حاول يا جماعه شريف. طيب اوكي هكلمك تاني، هكلمك تاني. ازيكم يا جماعة؟ أهلا. ازيك يا إبراهيم؟ قريتوا المقال بتاعي؟ أه طبعًا، قريناه. يعني هو متوازن شوية، بضرب بس من تحت لتحت. تضرب في مين؟ أنت بتدافع عن كل اللي كنت بتهاجمه قبل كده. ما تنسوش إن الجريدة لها سقف برضه، مش ممكن نتجوزه. سقف الحرية. تعبير جديد أوي يا شريف. أنتوا بتبصوا لي كده ليه؟ كأني بعت القضية. أنا بحاول أفتح شباك عشان نتكلم منه ونعبر عن اللي جوانا. كفاية كدب بقى يا شريف. ده انا صدقتك ومشيت وراك ورا افكارك. ده انا خدت شوم على دماغي كنت اروح فيها بسببك. دي اخرتها؟ اول ما تلاقي فرصه تنط بره المعركه تسيبنا كده وتهرب؟ العمل السياسي مش هتافات واعتصامات. العمل السياسي مناقشه وراي وراي اخر. ورايك بقى ايه دلوقتي يا استاذ شريف؟ الحوار هو الحل. الحوار بينا اتقطع خلاص. من اذنك. يلا. الحريه يا ايوه معالي الباشا. لا لسه ما جاش يا فندم. الرائد رفض طلع الصبح بالقوة. زمانه على وصول يا باشا. حاضر يا معالي الباشا، أول ما يوصل هبلغ سيادتك. حاضر يا فندم، اتفضل معاك. أحسن بيه. إيه في إيه؟ الرائد رفض يا فندم. باقية في حياتك يا فندم. إيه؟ مش ممكن. إزاي ده حصل؟ حصل اشتباك بين القوة والمجموعة اللي رايحين نمسكها، وضربوا علينا النار. والرائد رفض استشهد يا فندم. ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. مدام رأفت بي في نجمة. النقيب حسام عزو زميل المرحوم. مقال اللافت. وانا مش هشوف بابا تاني يا أنكل. وحشني أوي. واعمل ايه يا سيدي بقى مع المدام بتاعتي اللي مستنياني؟ ولا العيال؟ دي البنت ميه بنتي كانت تقدرني، يا ابني دي اشد من المدير بتاعنا. الاعمار بيد الله يا حسام. وده عمره. المفروض انا اللي اطلع المأمورية دي يا ماما. ما تقولش كده يا حسام، دي إرادة ربنا. طيب يا ماما، أشوف وشك بخير. أنا قلت أجي أطمن عليكي وأشوفك. كان نفسي كمان أشوف داليا وجده، لكن هبقى أكلمهم في التليفون بقى. طب ما تستنى النهارده وبكره تسافر. ما ينفعش يا ماما، لازم أرجع شغل. مفيش حد غيري في الإدارة. طب وناوي ترجع إمتى بقى؟ شكلي كده هطول المرة دي. مع السلامة حبيبي. عايزك تشرب يا هيما وتنسى. عايزك تفكك من كل حاجة.
يا واد ما تاخدهاش جد كده قوي، هتتعب صدقني. معقولة شريف يعمل كده؟ يبيع نفسه بالسهولة دي؟ فين بقى القيم والمبادئ والكلام الكبير اللي كان وجع دماغنا بيه؟ الكلام الكبير ده يا هيمة معمول للغلابة اللي زينا علشان يلاقوا حاجة يقولوها، لكن لما الواحد يلاقي خرم يبرة بيحاول ينفذ. هتفوقنا يا هيمة، انت صعبان عليا. روح لأهلك، روح لأبوك وابعد عننا يا ابراهيم. ممكن؟ الو بابا؟ ابراهيم، انا كنت عايز اشوف حضرتك، في كلام مهم قوي عايز اقوله. شوف اهو انت بتكلمني وانا مخود خوته بحضر شنطه السفر. ايوه مسافر شرم الشيخ. ايوه عشان منافس شويه مضارب الراكت بتاع الناس حطيتيها. ايوه يا حماده، بس انا بابا محتاج لك قوي، 5 دقايق بس. والسن بلوك والنبي يا ناس، ظهري اصلا بيفقفق من الشمس. كل حاجه في الشنط يا حماده. ايوه معاك يا هيمة. ايوه انا سامعك يا حبيبي، اتفضل. خلاص يا بابا، فقدت الثقة في كل حاجة حواليا. نضارة البحر والزعانف يا ناس ما تنسهمش عشان السنوركلينج. ايوه يا ابراهيم. بقول لك ايه يا ناس، في تيشيرت برتقاني كده بالعرض عليه البنتكور الابيض بقى. ايوه يا هيمه.